فيقول فيما قال: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. وقال آخر: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الأثر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟